الدولات الاجتماعية هو يعني مشروع وكذلك ورش اللي هو بداه صاحب الجلالة منذ سنوات منذ توليه العرش، وفيه يعني محطات مهمة لا المبادرة الوطنية لا مشروع الجهوية لا كذلك النموذج يعني النموذج المتقدم لتنمية الأقاليم الجنوبية لا كذلك برنامج ديال التقليص من الفوارق المجالية. إذن ولكن الأساس فيه الآن والورش المهيكل الكبير جدا هو التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية وكذلك يعني التعويض يعني العائلي ويعني وكذلك يعني أنه المساهمة فيما يخص التقاعد. إذن هذا ورش اللي هو مهيكل مهم جدا يطرحه يعني فرص كبيرة جدا بالنسبة للمغرب للانتقال إلى يعني أن تكون هناك تنمية بشرية أكثر ويكون هناك يعني أنه إدماج أكثر لطبقات متعددة سواء فيما يخص الولوج للصحة سواء فيما يخص الولوج للخدمات، ولكن كذلك يطرحوا تحديات من ناحية التمويل من ناحية الحكمة من ناحية التتبع إلى غير ذلك، وهذه كلها قضايا أساسية يعني نحن كمجتمع وكدولة وكذلك ك يعني فاعلين ويعني مسيرين يجب أن نرفع هذه التحديات لنصل إلى الرؤية ديال صاحب الجلالة أنه المغرب يعتز بكرامته ويكون يعني أنه كل أبنائه يكونون يعني أنه يساهمون في التنمية الاقتصادية في إطار من القيم المغربية والقيم الكونية. مجموعة ديال لوماتان اليوم نظمت الدورة السادسة من المنتدى ديالها ديال المغرب اليوم ماروكو توداي فوروم، وكانت الموضوع ديال اليوم هو الدولة الاجتماعية أو ما يسمى بليتا سوسيال. وحقا أن اختيار ديال هذا الموضوع ما جاش اعتباطيا، جاء لأنه كان هناك واحد الخطاب ملكي سامي هام اللي أعلن فيه جلالة الملك على هذا المشروع المجتمعي الكبير ديال إدماج أكثر من 22 مليون التغطية الاجتماعية الشاملة، بمعنى أنه تعويض عن التأمين على المرض، تعويض عن فقدان الشغل، تعويضات العائلية وغيرها. وهذا المشروع هذا اللي هو كبير بزاف كيتطلب واحد المجهود كبير من طرف واحد العدد ديال المتدخلين، الحكومة برمتها كل قطاع، علما أن قطاع الصحة وقطاع الضمان الاجتماعي هما اللي مسؤولين الاولين، ولكن القطاعات الاخرى وزارة الداخلية والبيدجي وزارة المالية. وهذا المشروع حنا ملي قررنا باش نعملوه درنا واحد الدراسة ونوعد واحد الخلية اللي جمعنا فيها واحد العدد ناس متخصصين من القطاعات من المجلس البيئي والاجتماعي من الضمان الاجتماعي من المندوبية السامية للتخطيط من وزارة الخزينة من كذلك المتدخلين أكاديميين كذلك ناس علماء اجتماع وغيرهم وكذلك المجتمع المدني. ودرنا واحد دراسة مفصلة اللي استخرجنا منها المحاور ديال هذا اللقاء ديال اليوم. المحور الأول هو أنه يجب أن تكون هناك دولة تشد عضد المواطن في وقت الشدة ملي كيوقع مرض مزمن أو مرض خطير أو فقدان الشغل تخصو يلقى الدولة موجودة، وهذا ما بينت عليه مثلا الدولة في وقت الكوفيد اللي كانوا إعادة معاينات مباشرة وكانت واحد تدخل اللي أنقذ المغاربة. المحور الثاني هو محور ديال السياسات العمومية المتبعة، المدرسة العمومية، الصحة، الضمان الاجتماعي وغيره. هذه السياسات كلها كيخصها تكون متكاملة ومتراصة وما تكونش كل واحد تيرغي بالغا كما تيقولوا، بمعنى تكون كتسمى لا كونفيرجونس التكامل، بانه يكونوا كلهم هدف ديالهم. شنو هو الهدف؟ هو انه المواطن في صلب الاهتمام، هذا هو الهدف ديالو. والمحور الثالث فيه ثلاثة ديال محاور تحت منه اصغر، هو اولا التمويل، لانه 22 مليون منهم واحد العدد كبير اللي يمكن ما عندوش القدرات باش يساهم، إذن ما غاديش يساهم ولكن غادي يستفد. كاين الرقمنة، كاين التمويل، وكاين الرقمنة، وكاين الحكامة، بمعنى أن لا غوفيرنونس كيفاش هادشي يتسير بواحد النجاعة.
والحمد لله كانوا هنا متدخلين لا من هيئة من الوزارات، كانوا متدخلين من القطاع العام، من القطاع الخاص، من الضمان الاجتماعي، من المجلس البيئي والاجتماعي، كانوا عندنا متدخلين كذلك من الخارج، واحد جائزة نوبل كانت البنك الدولي، كان البنود البرنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرها. والحمد لله هاد الخلاصه ديال هاد التدخلات ديال هاد الناس كاملين كلها غادي تكون في واحد الكتاب ابيض اللي غادي تصدروا مجموعه ديال الماتان وغادي ترفع للجهات المختصه باش يستنبطوا منه القرارات والاقتراحات اللي وردت في هاد اليوم.